فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. السلام عليكم. حنا مكتتبي عدل كوطا تنين بومرداس. حنا اللي درنا شوا سيتون 2017. حنا عندنا مقاول او تي تي ار بي شاد 2400 مسكن في ولايه بومرداس، وعنده كوطا وعنده 1300 لوجمون ديستيني لي سوسكريبتور دالجي. هذاك بون هذاك السيت خاطينا ما نهضروش عليه. حنا المشكل تاعنا عندنا تاخر فادح في الانجاز. عندنا موقع خميس خشنه، المشاريع كلها انطلقت في فيفري 2018. عندنا السيت تاع خميس خشنه الاشغال ما فاتتش 50%، حمادي ما تفوتش 35%، ولاد موسى 912 ما تفوتش 25%، كاين 600 مسكن مازالوا تراب، وعندنا 688 ولاد موسى ما ديباسيش 70%. رغم ان مده المخصصه للانجاز راهي خلاصت في افريل 2020. حنا دوكا ما فهمناش المشكل وين راهو. شفنا لي زوتوريتي كامل، رحنا لوكاله عدل بومرداس تقول لك خاطينا، رحنا الولايه ما كان والو، رحنا لسعيد حمدين ما كان والو، لي سيت درنا وقفات ما كان والو. جوسكاكو حنا في المشكل هذا. حنا طالبوا من السلطات المعنيه يلقاو حل في اقرب الوقت، خاطرش الوتيره اللي راهو يخدم بها هذا المقاول ماش حد خلاص. حنا رانا نديرو زيارات ميدانيه لجميع المواقع يوميه، برسك يوميه، ما كاش ايفوليسيون تاع لي بروجي. وتيره الانجاز جد بطيئه. بهذه الوتيره ما نحش نسكنو. كان اللي خيروا مورانا اون 2018، مورانا بعام، كيما موقع زموري نفس لوجمون الوتيره تاعو راهي الله يبارك، ولا وتيره الانجاز لحقت 70%. هذا هو المشكل. دوك حنا في بومرداس، حنا في بومرداس عندنا مشكل واحد هو او تي تي ار بي، هذا لازم يديروا له حل في اقرب وقت. ونطالبوا ثاني وكاله عدل باش تحترم رقم التسلسلي، باسكو سي با نورمال لي جون دو 2018 ولي جون تاع 2020 يدو قبل الناس اللي داروا شوات سي تاعها في 2017. وهذا ما قعدناوش نقولوا. السلام عليكم. تاع الدفعة الثانية اللي خيروا 2017. حنا اليوم المطلب الأساسي هو شهادة التخصيص وفق الرقم الكرونولوجي في كل المشاريع التي تصل إلى 70% في الولاية. السلام عليكم. من المطالب تاع اللي نطالبوا بها، من أهم المطالب هي الفائض تاع 2016 يتوجه للدفعة الثانية، والمطلب الثاني هو موقع ولاد موسى اللي خيروه لدو كوطا ماذا بينا يحترم فيه الرقم الكرونولوجيك لتسويه وضعية المكتتبين جميعا، وبهذه لتكون المصداقية ويكون الترتيب تاع المكتتبين في جميع المواقع.
اللي لحقت 70%، هذه من اهم المطالب اللي نطالبوا بها واللي معمول بها على مستوى الوكاله وجميع الولايات، ونتمنى من السلطات المعنيه تاخذ الامر بجديه. ما في ان شاء الله. يعطيك الصحه. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.